السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل العام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والصحة أغلى من كل شيء، والصحة لا تقدر بثمن. في ضيافتنا اليوم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة المتمثلة في وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، لنتحاور معه حول الصحة المؤقتة في ليبيا، ما لها ما عليها في ظل شكوى وتذمر المواطنين من سوء الخدمات الطبية والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية وسوء الإدارة أحيانا من خلال عدم التوزيع الجيد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لذلك سنتحاور في كل هذه الأمور وأيضا في هذه الشكاوى، وأيضا سنتعرف على آخر المستجدات في الوزارة، وسنسلط الضوء على جهاز الإمداد الطبي كأحد الأجهزة الحيوية التي تمد الوزارة بالأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا سنتحدث عن الميزانيات من خلال عمل الوزارة، وأيضا سنتحدث عن الحكومة وإعطائها للصلاحيات لكل الوزارات لتعمل من خلالها وخاصة وزارة الصحة. أرحب أكيد بالدكتور سعد عقوب معي في هذه الحلقة الخاصة في فقرة ضيف وملف. لقائنا اليوم خاص مع الدكتور سعد عقوب لنتحاور حول وزارة الصحة وما لها وما عليها. مرحبا بك دكتور معي اليوم. أهلا وسهلا، شكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة. نعم مرحبا بك. للتوضيح. وكل عام وانت بخير بإذن الله. دكتور، نتحدث بداية عن وزارة الصحة، خاصة بأنها وزارة كبيرة، نعلم ثقل هذه الوزارة ما لها وما عليها. أيضا نتحدث عن الحكومة، بداية نأخذ الأمور بالتدريج. الحكومة الليبية المؤقتة لديها الكثير من الوزارات تعمل من خلالها. عمل وزارة الصحة مع الحكومة المؤقتة من خلال تسيير الميزانيات، من خلال إعطائها الصلاحيات الكاملة لتنفيذ أعمالها، كيف هي؟ أنتم تعلمون أن وزارة الصحة من ضمن الوزارات القائمة مع الحكومة الليبية المؤقتة. الحمل الحقيقة ثقيل جدا، هناك الحقيقة صلاحيات معطاه من معالي رئيس الوزراء لي أنا شخصيا وللطاقم الموجود معي في الوزارة، وأعطيت أغلب الوزارات أحقية الصلاحيات الممنوحة لها للقيام بواجباتها. أنتم تعرفون أن المعاناة كثيرة، أن الإمكانيات ضعيفة، أن المواطن مل حتى من حديث المسؤولين لعدم توفر بعض الإمكانيات، لكن حاولنا جاهدين بفريق عمل من الناس الخبراء والمختصين أن نقدم الأمثل رغم الصعوبة ورغم قلة الموارد المالية. أنتم تعرفون أن الحكومة الليبية المؤقتة تعمل بميزانيات بإقراض من المصارف وبنسب مئوية فائدة على الإقراض. الحقيقة وزارة الصحة من ضمن الوزارات التي ترتيبها بعد القوات المسلحة تحصل على إمكانيات وفق المتاح، والحكومة تعمل بميزانية لا تفوق 5 مليار في العام، وهذا رقم في ظل السنوات السابقة والأعوام الماضية كانت تعتبر ميزانية لا يسوى شيء، تعتبر ميزانية وزارة واحدة، ولكن ونصفها يذهب إلى المرتبات والمهايا. ولكن حاولنا جاهدين بالتعاون بيننا وبين زملائنا واتخاذ القرارات الرشيدة من خلال مجلس الوزراء وتعاون وزارة المالية معنا أن نتخذوا إجراءات قد تكون ولو بشكل جزئي مرضية للمواطن، وخصوصا في الخدمات الصحية. خطة وزارة الصحة هي التخطيط أولا، ثم التمويل من ما يصرف لها من أموال، ثم المتابعة. أنتم تعرفون عندنا أكثر من 130 ألف موظف يعملون في وزارة الصحة على مستوى ليبيا، عندنا أكثر من 123 مستشفى، عندنا أكثر من 3000 بين مركز صحي وبين عيادة مجمعة وما بين نقطة إسعاف ووحدة إسعاف. كل هذه الهياكل تعمل تحت وزارة الصحة. وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الحقيقة تغطي رقعة واسعة تصل إلى غرب البلاد، إلى الزنتان، إلى الرجبان، إلى ظهر الجبل، بطن الجبل، إلى جنوب البلاد، إلى سبها وضواحيها. الرقعة واسعة، الإمكانيات قليلة، ولكن الجهد كبير من خلال الطواقم الفنية العاملة في الوزارة. في عام 2018 ركزت وزارة الصحة بشكل مباشر على الخدمات اللوائية في المستشفيات. خطتنا إن شاء الله خلال عام
2019 هنحاول نركزوا على الرعاية الصحية الأولية بالمناطق. بداية الهرم. وانت تعرفين ان الهرم الصحي هو مثلث، يعني يبدأ بالرعاية الصحية الأولية وينتهي بالخدمة الإيوائية. فنحاول خلال عام 2019 بعون الله تعالى ان وفرت لنا إمكانيات، وان كان في العمر بقية والعمل فرصة، ان بعون الله تعالى سنركز على الرعاية الصحية الأولية. نعم، الرعاية الصحية الأولية تريد يعني قاعدة عريضة جدا من المستشفيات القروية، من المراكز الأولية للرعاية الصحية. هي موجودة لكن تحتاج إلى ضخ ميزانيات. نعم، المبنى موجود والطواقم موجودة، ولكن الميزانيات قد تكون قليلة، ولكن سنحاول بقدر الإمكان استثمار ما يمكن استثماره. لأن الرعاية الصحية الأولية دائما نحن نسمو فيها هي خط الدفاع الأول. صحيح. وهذا هو يعني الخط اللي دافع على صحة المواطن ويوصل بنا إلى على الأقل ولو جزء مرضي من الخدمة. نعم، لأن المواطن أصبح يتجه إلى المستشفيات الكبرى وتناسى كل يعني كل المراكز الإشعاعية الموجودة في البيئة، مثل المراكز الصحية والعيادات المركزية داخل المناطق والأحياء. هي الظروف اللي مرت بها البلد خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على تقاعس عدد كبير من العاملين، قلة الإمكانيات، عدم صرف المرتبات أحيانا في وقتها في بعض الأماكن، التذمر الموجود لدى بعض العاملين. ولكن الآن الظروف تحسنت كثيرا، فما علينا نحن كليبيين الا نضع ايدينا على قلوبنا ونشد الرحال ونعمل بقوه قادره. جئنا اليوم ايضا نشكر من اهتم بالصحه ومن رعاها، وايضا نفند من شكك في عملنا في وزارة الصحة وهو القليل حقيقة، لكن الغالبية العظمى رغم لومهم علينا أغلب الأحيان، ولكن هناك رضا بما أتيح إلينا من فرصة. إن شاء الله خلال الفترة القادمة ستبدأ حملة تطعيمات ونسقنا فيها مع المركز الوطني للأمراض، إن شاء الله حتبدأ من يوم 9-12. الحمد لله وصلت أغرب الأمصال، وهذه تعتبر من البوادر الصحية أو الرعاية الصحية الأولية المهمة. الفترة الماضية كانت أغلب الأمصال الخاصة بالأشهر الأولى من الأطفال ناقصة. يعني نعم، لا الحمد لله، إن شاء الله خلال فترة وجيزة ومن 9-12 سيكون هناك انسياب جيد للأمصال وستصل إلى كل المرافق الصحية. نأمل من زملائنا سيسجل المشاهدون ذلك. لا يسجل ذلك، وبعون الله هذه حتاخذ فترة بتصديقنا مع المركز الوطني للأمراض. وانت تعرفي هناك مؤشرات طبعا. نحن دائما ما زلنا ننأى بوزارة الصحة على الصراع السياسي، بحيث أن نأكدوا أن الإجراءات في التطعيمات تكون بمؤشرات دولية تصل منظمة الصحة العالمية من خلال تنسيقنا مع الجسم الفني اللي هو المركز الوطني للأمراض. أنت تعرف أن الصحة الحقيقة وخصوصا التطعيمات هذه من الأمور المهمة جداً التي فعلاً تحافظ على صحة الأطفال، خاصة نحن الآن يعني سندخل فصل الشتاء وهنالك الكثير من الأمصال التي تفيد الأطفال في هذا الشهر. يعني هذا الفصل تحديداً. الآن سنتطرق أيضا إلى موضوع مهم جدا بديت به أنا كلامي، اللي هو الإمداد الطبي. نحن نعرف بحيوية هذا الجهاز وأهميته في توفير الأدوية والمستلزمات والنواقص، والكثير كان يشير بأن دور جهاز الإمداد الطبي غايب وما هوش موجود، خاصة في الفترة الأخيرة سواء كان في شرق البلاد أو في غربها أو في جنوبها. اليوم آلية عمل هذا الجهاز، ما لهذا الجهاز من ميزانية ضخت إليه أيضا وتسهيلة أو توريدة لعدد من الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة لفئات حرجة جدا كالأورام وغيرها من الأمراض الأخرى؟ نعم، الجهاز الإمداد الطبي مر مثل أي جهاز تابع لوزارة الصحة بالمتاعب، سواء كان في قلة الإمكانيات أو عدم التنظيم الإداري. استطعنا يعني من تولي مهامي لوزارة الصحة استطعنا أن ننقل جهاز الإمداد الطبي إلى بنغازي، رجعوه لسابق عهده، استطعنا أن نرجع العقارات المملوكة لجهاز الإمداد الطبي. بدأ الإمداد الطبي بمجموعة من الخبراء الحقيقة اللي على رسم الدكتور صالح لوجي ومجموعة من السيادلة الممتازين والخبراء في ليبيا، حاولنا أن نجعل منهم فريق عمل موحد. وأنت تعرفين أن الإدارة هي الأساس. أكيد. العالم يسألك أين أنت من الإدارة، تجد نفسك أين أنت من تقديم الخدمة بشكل للناس جيد فعلا. فحقيقة مر جهاز الإمداد بمرحلة صعبة، الآن بدأ يتعافى، بدأت تصل إلينا كثير من الإجراءات المهمة. سجل في جهاز الإمداد الطبي في سجل الموردين أكثر من 150 شركة محلية. وهذا طبعا يعتبر من الأساسيات الجيدة. فتح حوالي
حوالي 3 فروع على مستوى ليبيا، سواء كان في البطنان أو في الجبل الأخضر أو في سبها أو في بنغازي أو غيرها. المناطق اللي هي تعاونت معنا استطعنا أن نسخ ونسق إداري جديد، لأن لما تفتح فروع للإمداد الطبي معناها حينساب الإمداد ويسهل وصوله. نأتي إلى الشروط اللي ركز عليها أخواننا في الإمداد الطبي، اللي لها علاقة بالتراخيص، بالتسجيل، بتنظيم الرقابة على الأدوية والأغذية. وأنتم تعرفون أن توريد الدواء يمر بحلقات رئيسية مهمة جدا، صحيح، تتمثل في إعداد الطلبيات اللي هي القائمة النمطية من إدارة الصيدلة، ثم تحال إلى الإمداد الطبي عند طريقتان يعمل بها، طريقة اللي هي التكليف المباشر، والطريقة الثانية اللي هي تعتبر نظام العطاءات أو الممارسة المحدودة. جهاز الإمداد الطبي الآن نظم إداريا، بدأ في عمله بشكل جيد من خلال الشروط اللي وضعتها إدارة الإمداد الطبي في الاتجاهين وبفتح الفروع. نعم، شركات مصنعة للأدوية محليا، عدد هذه الشركات ربما، أو يعني طريقة الشركات اللي تتعامل معها الإمداد الطبي تحديدا، سواء كانت في الخارج أو في الداخل اليوم، من يراقبها، ما شروطها؟ الشركات عادة يكون هناك سجل الشركات منظم، الشركات المحلية والشركات الخارجية في إدارة الصيدلة بوزارة الصحة. أيضا هناك سجل للموردين في الإمداد الطبي. هذه السجلات تعتبر هي السجلات القانونية التي يتم العمل من خلالها. لما نسجل الشركة هناك شروط الترخيص والتسجيل في الرقابة على الأدوية والأغذية، رأس المال، المقر، آليات النقل، هذه كلها شروط يجب مهمة جدا يجب أن تقوم في عندما يتم العطاء، سواء كان بالتكليف المباشر من الوكلاء أو من لجان العطاءات، سواء كان بالتكليف المباشر أو بالممارسة المحدودة أو بالعطاء العام، يصل الدواء، هناك يأتي دور الرقابة على الأدوية والأغذية لرقابة هذا الدواء، ومن ثم يخرج بإفراجات مؤقتة إلى إدارة الإمداد الطبي في مخازن الإمداد الطبي، ومن ثم يدخل إلى إدارة أخرى مختصة اللي هي إدارة المخازن والتسليم والاستلام، ومن ثم يتم توزيعه من خلال الآلية اللي يوضعها جهاز الإمداد الطبي وفق قانون إنشاء أو قرار إنشاء 121، ويصل إلى أغلب الفروع اللي هي أنت منه أن يصلها. خلال الفترة الماضية كان عندنا شح الحقيقة كبير جدا في العملة الصعبة، وأنتم إذا أردت أن تشتري الدواء الجيد فيكون من المصادر الخارجية والمصنعين الحقيقيين. حاولنا جاهدين أن من خلال الوكلاء والشركات المحلية أن نتحصل على الأدوية ولو بجودة مقبولة. أيضا أصدرنا بعض القرارات التي لها علاقة بضبط الجمارك في المطارات وفي المواني، منعنا دخول الأدوية من المنافذ البرية لكي نحارب التهريب، ولكن في كل الأحوال كان العمل جيد والأمور تسير بصورة حسنة، ما هيش مرضية بالرقم المطلوب، ولكن حاول جهاز الإمداد الطبي في عدة قنوات يعمل. أصدر فخامة رئيس مجلس النواب في الفترة الماضية تشكيل لجنة أزمة في برئاسة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، وردت هذه اللجنة عدد كبير يعني أصناف كثيرة من الأدوية، كان بفتح اعتماد الحقيقة من خلال مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وصلت يعني جهاز الإمداد الطبي وقف بشكل قوي جدا لرقابة هذه التوريدات. وصلت نسبة هذه التوريدات إلى حوالي 60%، والتوريدات التي تصل توزع هي متمثلة في الأدوية التخصصية، الأورام، الإنسولينات، التطعيمات، مشتقات الدم وغيرها، كانت باعتماد. أيضا جهاز الإمداد الطبي من خلال الحكومة المؤقتة، لأن ما عندنا عملة صعبة، استطاعوا أن يوردوا ما في حدود حوالي يعني رقم بحوالي 19 مليون بالعملة المحلية، وأنت تعرف أن خلال صعوبة تحويل هالعملة صعب جدا، ولكن استطاعوا في حدود 19 مليون ووردوا بهذا الرقم 100%. الرقم حوالي 140 مليون من خلال لجنة الأزمة ورد منا بنسبة 60% تحت رقابة محكمة من جهاز الإمداد الطبي. أيضا نحن حاولنا جاهدين أن كل الإجراءات لازم تتم من خلال الإمداد الطبي، لأن هناك آلية تحافظ على وصول الدواء بصورة آمنة للمستشفيات. هو الدواء الآن ممكن تحصل عليه بأي طريقة، لكن الدواء الآمن يجب أن وهناك طبق الشروط والمواصفات العالمية، وهناك أمن دوائي، يعني الأمن الدوائي مهم جدا. وأغتنم هذه الفرصة لأنبه لأبنائي وزملائي في الصيدليات الخاصة أن يراعوا الله في هذه الأدوية وطريقة وصولها للمواطن. صح، نحن الأدوية نحاول أن نكون دقيقين في وصولها بطريقة علمية. نعم، يعني هنا ستفند أو تؤكد، يعني في فترة ماضية كانت هناك الكثير من الأقاويل تقول بأن جهاز
الإمداد الطبي لديه العديد من الشحنات كالأنسولين وغيرها من الأدوية تم تخزينها بصورة ما أصبحت غير صالحة، تم توزيعها داخل المستشفيات، وجدت في أروقة بعض المخازن داخل بعض المستشفيات. هذا الكلام صحيح أم كلام؟ هو الحقيقة اللي وصره قليل لا يصل إلى ما يتحدث عنه الأخوان، لأن بصراحة أنا اليوم من ضمن مجيئي أني أفند الشائعات الغير حقيقية. هناك حلقة باردة مؤجرة يصل إليها الدواء ويوزع، صح الكميات أكرر أنها غير كافية، ولكن الحمد لله اللي يصل إلى المستشفيات. يعني الآن لو ندخل لو ندخل إلى مخازن المستشفيات الآن نلقى فيها جزئيات قليلة، يعني صح مش كافية، مما يؤكد أن لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية فيها. أيضا وزارة الصحة لم تألو جهدا أنها أعطت مبالغ مالية في بند التطوير والتحسين مباشرة للمستشفيات للشراء من السوق المحلي. صح الأسعار غالية، يعني ما يعادل إذا كان العملة الصعبة الآن 3.9 زمان كنا نأخذ فيها ب7.8 ما يقابل، يعني اللي كانت بدينار نأخذ فيها ب10 دينار. هذا ظلم على الدولة وظلم على المؤسسات الصحية، ولكن حاولنا جاي. أيضا الفكرة اللي نحن ركزنا عليها من خلال المستشفيات، كل مركز أو مستشفى تخصصي يشتري الدواء الخاص به، ما هوش كافي على الإطلاق لكن يصل ولو بنسب مرضية. دكتور هذا الكلام يعني الآن كيف تفسر؟ إذا كان إحنا قلنا الإمداد الطبي اجتهد في هذه الفترة وحاول أنه هو يتحصل على عدد من الأدوية بطريقة ما من التوريدات أيضا وبعض العطاءات من خلال سواء كانت المصانع المحلية المتصنع محليا أو الخارجية، كيف تفسر نقص الأدوية داخل بعض المستشفيات وأيضا تحميل المواطن عبء أنه يشتري الدواء من برا أو يجيب الأدوات الطبية من برا؟ هو الحكومة الليبية المؤقتة بثرت أقصده بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء أن لازم المواطن حتى الدواء اللي مش متوفر نشروه له من الميزانية المسيلة. لكن هذا عكس الواقع. لكن لا هو صح، أنا يعني يعني أشاطركم الرأي، ولكن في ذات الوقت نحاول أن نبره أن نحن عندنا جهد مبذول، صح مش كافي لكن الأموال قد لا تكون كافية، لكن بشكل حقيقي الآن يعني خلال هذه الفترات سيلت نص مبالغ والآن حتسيل مبالغ، ولما نجي نحن نتحدث عن الأرقام سأتحدث عليها بطريقة أكثر يعني. أيضا كان هناك إجراء آخر أن مجلس الوزراء أقر أو خصص، والتخصيص غير التسهيل، لازم الناس تفهم أني لما نخصص غير نسيل، يعني يكون عندك رقم أشتغل في خلاله، لكن سيلت تسهيل قد يكون لما نقول لك 120 مليون دينار مخصصة للإمداد الطبي لعند الآن سيلنا منها 8 مليون. نعم سيبقى بقيها داخل أروقة الوزارة. لكن كأرقام وليست سيولة. نعم. لأن الناس لازم تفهم هذه لأن ذكر الأرقام أحيانا المواطن يفهم غلط. في فلوس وقاعدة لكن هم واخذينها وما كملوش. وهذه التخصيص غير التسهيل. طبعا أنت عارف أن اقتراض الحكومة يترتب عليه شح السيولة والشراء من السوق المباشر. أيضا عندنا رافض آخر للأمانة نحن نشتغل عليه، زي ما قلت في البداية نحن بمنأى كبير جدا عن الصراع السياسي، تواصلنا بشكل مباشر، كلفنا أحد الزملاء عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد تواصل مع الإمداد في طرابلس، وصلنا لعند الآن من الأدوية التخصصية ومن الأدوية العامة ما قيمته حوالي 11 مليون الآن. هذه فتحت فيها اعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي. الدكتور أحمد بورتيم الحقيقة كان من الشباب النيرين اللي بذل أقصى جهد ما يعلم به أحد إلا الله، إن بذل جهد يعني تحصل الآن على رقم في حدود 11 مليون. الفترة القادمة ستنساب. نعم نحن نشاهد في بعض الإحصائيات على الشاشة الآن. نعم. دكتور لي ربما نتحدث عنها بعض هذه الإحصائيات، هل هي عن طريق جهاز الإمداد هذه الإحصائيات؟ لا، هذه الإحصائية اللي ظهر أمامنا الآن هي ما خصص من الباب الثاني وبند التطوير والتحسين للمستشفيات. حنتحدث عنها. فهذه أرقام تون الصورة لما نتحدث عن الميزانيات اللي أتمنى أن في حاجة تخص الإمداد، أتمنى أن أخواننا يركزوا عليها. أيضا مستمرين مع جهاز الإمداد الطبي. هنا عندنا مخزون تقصد بالأدوية التخصصية، الكلى، الأورام وغيرها، والعامة هي لتشمل يعني أدوية الحرارة المضادات. نعم. لكن الأدوية التخصصية عندنا مخزون تحت الإجراء وعندنا مخزون في الطريق. يعني المخزون اللي تحت الإجراء أي بمعنى أنه في المواني والمطارات، والمخزون اللي
في الطريق يعني صدرت أوامر الشراء سواء منا أو من الجهات الثانية وبعون الله سيصل. يعني متمنين إن شاء الله إن شاء الله بعون الله خلال عام بداية عام 2019 يعني نهاية شهر يعني نقول شهر 2 فبراير 2019 سينساب الدواء وفق أوامر الشراء اللي صدرت إلى المخازن الرئيسية. الآلية اللي اشتغل بها الجهاز الآن دار عطاء رقم واحد كان محدود بحوالي 6 مليون هذه بالعملة المحلية التي في شراء الدواء تعني القليل. أنا لما نذكر رقم 8 مليون في الظروف السابقة كان شيء لشراء صنف واحد هنا من أدوية الأورام أو غيرها. أنتم تعرفون الحقنة الآن وصلت إلى 5000 دينار. لكن هذه أمور لازم أن نحن نوصلوها للمواطن مش بمعنى الدفاع عن أنفسنا ولكن هذه حقيقة يجب أن تظهر. فعطاء رقم واحد كان محدود في حدود 6 مليون عطاء باء أيضا كان محدود في حوالي 12 مليون شن شملن هذينا شملن مثلا الأدوية العامة والأدوية التخصصية المحاليل المفاعلات للمعامل الطبية بعض المستلزمات الهامة اللي هي لها علاقة بالتشغيل اليومي سواء كانت في القلب أو غيرها اللي وصلنا وحيصلنا من خلال العطاء باء أو العطاء العام اللي نحن نشتغل عليه الآن كل هذه الأدوية التخصصية والعامة هناك تواصل بشكل كبير جدا بين جهاز الإمداد الطبي ونحن قررنا أن وزارة الصحة لا تدخل في تعاقدات التعاقدات كلها تتم من خلال المستشفيات ذات الذمة المالية المستقلة وإدارات الإمداد وجهاز الإسعاف لأن جهاز الإسعاف تنطرقوا له من أهم الأجهزة التابعة يعني المستشفيات الكبرى هي ذات ذمة مالية ذات ذمة مالية كلها رأوا أغلب ما يحمل اسم مستشفى عند ذمة مالية لكن التسهيل وإعطاء الباب الأول والباب الثاني وتطوير التحسين حسب فعالية العمل وقررنا خلال العام القادم وما تبقى في هذا العام اللي يعمل ياخذ واللي ما يعملش مش حياخذ كويس من سيفتش ويراقب على هذه الأمور أكيد إن أخواننا عندهم بعض اللقطات عندنا إدارة التفتيش لأن أنا قلت لك في البداية تخطيط تمويل المتابعة الآن قوينا إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة تقوم بتفتيش دقيق والموضوع التفتيش دقيق خلق لنا مشاكل كثيرة لكن نحن مصرين على دقة التفتيش أيضا شكلنا لجنة سميناها لجنة التقييم والمتابعة ومعدلات الأداء زارت أكثر من 15 مستشفى كبير إلى الآن وحققت نتائج دخلنا حتى في السيرة الذاتية لمدير المستشفى لمساعد مدير المستشفى لمدير الشؤون الطبية يعني نحاول جاهدين أن نبذل جهد في تنسيق النسق الإداري اللي يوصل بنا بعون الله إلى نتائج أفضل يعني إحنا ما عادش نبغى نسمع كلمة سوء الإدارة سوء السلطات اللي لدى الإدارة سوء الإدارة الموجودة على رأس فارغ أحد المستشفيات لأن الكل يشتكي من سوء الإدارة طبعا لا تنسوا أن نحن بذلين جهد لكن الآن لما تقدم في تغيير قيادة إدارية معينة في مكان ما يحدث ما لا يحمد عقباه هجمة كبيرة علينا لكن نحن حاولنا أن نحن نتحاور نناقش الأسباب راهو كثيرة الرقابة الإدارية تحاول لنا في تقارير على بعض الأشخاص يجب علي أنا كمسؤول أمام الله أن نوقف هذا الشخص أيضا لجان التفتيش والرقابة اللي تابعة للوزارة الصحة لما تطلعني على بعض التجاوزات ما علي إلا أن أعفي أو أقنع زميلي أن على الأقل يعطي فرصة لغيره لكن الهجمة أو ردة الفعل دائما تكون قوية أكيد. لا وأحيانا يعني توصل إلى التخوين وتوصل اتهامك بالفساد في سبيل إنك قلت حقيقة للأسف هذه الأمور تأتي من 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 يعني من أشخاص اعتباريين معروفين لما واحد يتهمك بالفساد ولا يتهمك بأنك أنت مقصر وأنت تدير في الحقيقة والجهات الرقابية سواء كان ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية وزارة الصحة والمرافق التابعة لها مفتوحات أبوابها على مصراعيها للتفتيش في أي وقت وفي أي زمان والهدف هو إرساء دعائم الإدارة القوية كويس ما حصل المفروض الفترة الماضية في داخل مستشفى الأطفال بنغازي من تغيير للإدارة ومشكلة اتفاقية مركز الخالدين والحسين اللي هي توطين العلاج بالخارج أو العلاج بالخارج لأطفال مرضى الأورام ما نحن نحكوا على مازلنا على الإمداد الطبي ونحكوا على الأورام دعيني أكمل ما يخص الإمداد وسأتي إلى هذه الجزئية الأدوية الكلى الحمد لله عندنا 4 أو 5 شركات وكلاء رسميين بدأت الأدوية تصل لهم صح
فيها بعض العجز عند بعض الموردين، ولكن بشكل عام بدأت توصل، وصلتنا بعض المستلزمات القلب، بعض أدوية القلب، والحمد لله الآن عندنا أقسام ممتازة جدا في مركز القلب بنغازي اللي في الهواري اللي يحيي مدير الحاج طاهر الفاضلي، مركز بنغازي الطبي اللي على رأسه الدكتور عبد الكريم القبالي، مستشفى الجلاء اللي على رأسه الدكتور خالد الجازمي، مستشفى الجراحات التخصصية اللي على رأسه الدكتور يونس البشاري، وتعرض لمشكلة في اليومين الفائتين ونشد على يديه ونتمنى له كل توفيق. باقي الزملاء بدون ذكر أسماء لأني الآن موجود في بنغازي، حبيت أذكر مستشفيات بنغازي. نعم، لأن بنغازي تهمنا سيد بنغازي أيضا عن المستشفيات اللي كانت واقعة تحت الاشتباكات، مستشفى الجمهورية ماذا عنا، مستشفى سهيل الأطرش اللي هو 7 أكتوبر. يا أختي الكريمة، نعم. بنغازي فقدت 1500 سرير. بنغازي كانت السعة السريرية في بنغازي 3000 سرير، الآن السعة السريرية في بنغازي 1500 سرير. شن درنا؟ حاولنا نفعل المستشفيات القروية بمحيط بنغازي موجودة. في توكرة، في الأبيار، في جيمينس، في غيرها، ولكن تعرضنا لمشاكل كثيرة في تعديل المسارات في إدارات المستشفيات. الإمداد الطبي، نعم، سنتحدث عن صيانة المعدات وعن صيانات. نعم، تونجوها هذه. نعم. صيانة المعدات الطبية أنشأنا إدارة سميناها إدارة صيانة المعدات الطبية. أنت تعرفين أن ليبيا مقبرة معدات. أقسم بالله ما وجدناه من معدات في مخازن، يعني جريمة لا تغتفر حقيقة، يجب أن أقولها على الملأ. حاولنا أن نفتح ونركب هذه المعدات، شرينا لها مستلزمات التشغيل، ودليل ذلك ستجد في مستشفيات خلال فترة قريبة ستعمل فيها الأشعة المقطعية وستعمل فيها القسطرة القلبية، هذه المعدات موجودة. حركنا الشركات، جبنا يعني ركبت أجهزة تفتيت للحصى، وجدنا في درنا، وجدنا في بعض، يعني هي آلات كانت فيها عطل بسيط جدا، فيها عطل يا مخزنة نتيجة عدم وجود القدرات، نتيجة عدم، يعني فتحنا قرار من مجلس الوزراء لتشغيل هذه المعدات بالتعاون. يعني لو نجي لمستشفى سوسة كمضرب مثل الآن، فيه طوارئ وفيه نساء وتوليد، جبنا له أطباء متعاونين من المناطق المحيطة، أصرفنا لهم بعض الأموال من خلال توجيهات معالي رئيس الوزراء، كل أعطيناهم إمداد وفق المتاح، أعطيناهم بند التطوير والتحسين، بند التطوير والتحسين أثبت بشكل قوي جدا أنه فاعل، لكن يجب أن يوضع في مكانه، يعني لا يوضع في أماكن غير. وأنبه لإخوتي وزملائي مدراء المناطق الصحية أو إدارات الخدمات الصحية في صرفهم للباب الثاني أن يكون بكامل الدقة. إخواننا مدراء المستشفيات عليهم توظيف هذه الأموال بما يرضي وجه الله خدمة للمواطن حسب احتياجات المستشفى أو المركز أو العيادة. وردت إدارة الإمداد الطبي من أحسن الشركات العالمية، يعني لما نقوله مثل نوفا، هذه أشهر شركة في الأنسولينات، لما نحكي على ميديترونيك فيما يخص القلب، هذه أجهزة شركات عالمية وصل منها المستلزمات والمعدات والقساطر والدعامات وغيرها. فهذا بشكل عام عن جهاز الإمداد الطبي. آخر كلمة، أن الآن قائم عطاء عام في جهاز الإمداد الطبي، وهذا العطاء شاركت فيه أكثر من 97 شركة. بالتأكيد لما تسمح كلمة عطاء ستنهال عليك التخوين والفساد وغير ذلك، ولكن أنا أفتح المجال لكل الجهات الرقابية أن تحضر العطاء وأن تراقب عن كثب، لأن نحن دورنا التنفيذ وهم دورهم الرقابة. نعم، جميلة هذه الثقة. أكيد دكتور، جدا والله. دكتور، يعني ننتقل من الإمداد الطبي إلى المشروعات، يعني إذا كان لاحظنا بعض القرارات وبعض التعميمات من وزارة الصحة نجد بأن هنالك الكثير من العطاءات، هنالك الكثير من المشروعات اللي تم الحديث عنها، صيانة مستشفيات قروية يعني بخمسة مليون وباثنين مليون وبغيرها من الأمور الثانية، لو تحدثنا عن هذه المشروعات وعن توظيفها في أغلب البلديات. أنا أتمنى من إخواني في الإخراج أنهم يعرضون، لدينا بعض الأشياء، يا ريت يعرضون ما له علاقة بالمشاريع. أنا سأتحدث، يعني هذا الإمداد الطبي سأتحدث عن المشاريع، لكن أتمنى أن على الشاشة تظهر هذه الأرقام. أكيد، نعم. اللي أمامي، أيوة اللي أمامي، لا غير هذه، غير هذه اللي لها علاقة بالمشروعات، يعني اللي لها علاقة بالمشروعات بهذا الإطار. مثلا نعم، إن شاء الله. كشف يبين إجمالي المشاريع الصادر بشأنها قرارات. لازم يعرف الجميع أن هناك آلية معروفة لكي لا نخون بعض ولا نتهم بعضنا بالفساد، يجب علينا أن نرى الآلية التي نعمل بها.
هناك لجنة صدر فيها قرار من مجلس الوزراء تسمى لجنة الاحتياجات. هذه اللجنة مرت على كل البلديات التابعة للحكومة المؤقتة. وأخواننا في إدارات المستشفيات وفي إدارات الخدمات الصحية سجلوا كل ما له علاقة باحتياجهم. هذه اللجنة شكلت بقرار مجلس الوزراء في العام 2017. مرت على كل البلديات وأوردت احتياج كل بلدية. وعدت في جداول تم الذهاب بها إلى مجلس الوزراء وقرت بقرار من مجلس الوزراء. هذه آلية قانونية يجب العمل بها. صدرت فيها قرارات. الآن الوزارة لما يصدر قرار في مشاريع أخذت الشرعية القانونية في البدء في الإجراءات. هناك أموال مخصصة لكل مشروع على حدة. مثلا كشف المشاريع المتعاقد عليها للمنطقة الشرقية من مساعد إلى توكرة. هذا قرار مجلس الوزراء رقم 159. سأتحدث بالأسماء وبالأرقام. مثلا بلدية المرج إجمالي المشاريع المتعاقد عليها في حدود 8 مليون. أنا حنعطي أمثلة مش حنحكي على الكل. بلدية الأبيار في حدود 2.5 مليون. بلدية جردس في حدود 5 مليون. بلدية البيضة في حدود 60 مليون. هذا إنشاء ولا صيانة وتعمير؟ هذه مشاريع صيانة وإنشاء وبعض الإجراءات التي لها علاقة بالتوريدات المهمة اللي هي في الكهروميكانيك يسموها. في لها علاقة بالتكييف، لها علاقة بكذا. مثلا بلدية البيضة 60، بلدية طبرق، بلدية البيضة 60، بلدية طبرق 40، الساحل حوالي 3، ويعني نستمر إلى باقي البلديات زي شحات 8 مليون. أنا حناخذ الأرقام الكبيرة. أم مرزم 7 مليون، المخي البردي حوالي 2 مليون وشوية، توكرة حوالي 2 مليون و600. هذه الأرقام اللي وقعت على المنطقة الشرقية، يعني خذيت أمثلة ما أخذش الكل. مثلا المنطقة الوسطى قرار مجلس الوزراء رقم 158، جدابية مثلا، بدينا من جدابية يا 6 مليون، أوجل 2 مليون، جالو 3 مليون. كويس لما تجي من الجنوب. شخرة 2 مليون، جالو 3، البريقة 5، البيضان 2، الزويتينة 1.5 مليون. أتحدث رأى جيمينس، هذين مشاريع تم التعاقد عليها وأعدادها موجودة قدامها. لما نقول 6 مليون وفي جدابية معناها عندي 11 مشروع منها الصيانة ومنها غيرها ومنها كذا. مثلا بدأت هذه تزربو. المشاريع بدأت المشاريع اللي تم التعاقد عليها. نسبة الإنجاز فيه هنا نسبة الإنجاز متفاوتة. قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة حسب حاجة المبنى والإجراءات. يعني لما نتحدث على الدواء المبنى مهم والطبيب مهم. يعني هذا مثلث يكمل بعضه. فالشفافية بهذه الأرقام اللي يذكر فيها الآن كلها فيها قرارات مجلس الوزراء فيها تخصيص أموال وليس تسجيل. التسجيل يتم بناء على نسب الإنجاز أي الجاهزية. يعني أي مشروع جاهز يتم فيه تسجيل لبعض الأمور تخصيص. المنطقة الوسطى مثلا اللي يصرف يصرف واللي ما يصرفش حيرجع لميزانية الوزارة. المنطقة الوسطى إجمالي مشاريعها 27 مليون. المنطقة الشرقية إجمالي مشاريعها 150 مليون. منطقة مثل المنطقة الغربية اللي هي درج والزنتان والريانة والعوينية والقلعة وبن وليد والرجبان والقواليش الغربية في حوالي 5 مليون. هو جزء بس من المنطقة الغربية منضم مع الجزء الذي يعمل المؤقتة. طبعا انت لازم تعرفوا ان فيه آلية معروفة. اذا اردت أنت يعني تعمل مع الحكومة المؤقتة عليك أن تكلف مراقب مالي، عليك أن تفتح حسابات لكي هذه الأموال تسير عليها رقابة إدارية ورقابة مالية وفنية جيدة من خلال المراقب المالي والحسابات ومتابعة وزارة المالية. والحقيقة وزارة المالية عندهم باع طويل وجهد كبير معنا نحن كوزارة صحة. نعطيك مثل مثال آخر. هذا ملخص توضيحي لمشاريع وزارة الصحة بشكل عام. يعني لما نجو للمنطقة الوسطى قلنا 27 مليون. قلنا الشرقية من توكر المساعد 94 مليون. لما نقوله المنطقة الغربية 9 مليون اللي هم متعاونين معنا، الجفرة 5. تم تكملة بعض المشاريع وتم افتتاحها في بعض المشاريع. لعلكم شفتوها وأتمنى أنها تعرض. في مشاريع كثيرة جدا تم مثلا منها مثلا تاكنس
مستشفى قروي، مستشفى قروي ممتاز جدا، المخيلي، تمت إعادة ترتيب وإعمار مستشفى سوسة، تمت إعادة تفعيل مستشفى المخيلي، بالإضافة إلى بعض الإنجاز في مستشفى مساعد بنسبة 90%، في مستشفى البردي بعض الصيانات البسيطة، وضع حجر الأساس لبعض المرافق، وتولى معالي رئيس الوزراء وضع الحجر الأساس بنفسه. نعم. نجي لمدينة بنغازي، وهذه اللي تهمني ولازم نتحدث عليها. نعم أكيد. بما أنا في بنغازي، خصيت بنغازي خاصة في المستشفيات الكبيرة اللي كانت تستوعب أعداد كبيرة جدا من المنطقة الشرقية والغربية من كل أنحاء ليبيا اللي كانت واقعة تحت الاشتباكات. تو بنغازي مثلا عندنا مشاريع تم التعاقد عليها، مثلا صيانة المركز الصحي تيكا، نعم، الترية، صيانة وترميم غرف العمليات بمركز الأنف والأذن والحنجرة، هذا في حدود 1.5 مليون، نعم، نذكر لك أرقامنا. مشروع صيانة قسم الكلى بمستشفى طب الأطفال، هذه جزئية وعندهم جزئية كبيرة. صيانة مبنى وخزان المياه بمستشفى الصدرية، صيانة مخازن الأدوية والمعدات الطبية والمبنى الرئيسي مستشفى الجلاء، هذين كلهن أرقام مالية وضعت. نعم. تو نعطيك أرقام لبعض المستشفيات في بنغازي، مثلا المستشفى النفسية خصص له 5 مليون الإجراءات تحت التنفيذ الآن، مستشفى الأطفال خصص له 14 مليون، نعم، الإجراءات تحت التنفيذ الآن، مركز الأمراض السارية 2 مليون صيانة مستشفى الأطفال، هذين صيانات وإضافة بعض المباني، التركيز على المصاعد، صيانة غرف العمليات، تركيب بعض الجزئيات. يعني لو تشوف الاهتمام اللي أولي من معالي رئيس الوزراء بشكل شخصي وأصدر فيه قرار اللي هو 14 مليون لمستشفى الأطفال، والاهتمام بالطفل هذا يعتبر من أوليات الحكومة أكيد. يعني حقيقة. نعم. مثلا مستشفى العيون رصد له 7.5 مليون، مستشفى الجمهورية 10 مليون، كان واقع في بعض، نعم، هذين كل واقعات فيه، بالإضافة إلى الجمهورية و7 أكتوبر الجمهورية والهواري الآن تحت الصيانة، تحت الصيانة. أنت عارفة هذه من ضمن المستشفى في إشكالية عليها صيانة تقريبا من خلال بلدي بنغازي والحكومة ووزارة الصحة. هو الحقيقة نحن شندرنا سلمنا صيانة المستشفيات المعطلة في بنغازي إلى لجنة استقرار بنغازي. نعم. هذه اللجنة يترأسها معالي رئيس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، نعم، وعميد بلدية بنغازي. هذه اللجنة سلم لها المستشفيات المعطلة بالكامل زي الجمهورية وزي العيون، نعم، وزي الصابري وزي مركز العقم. هذه سلمت كلها للجنة الإعمار. تم في الفترة الماضية ترسية بعض المشاريع وتكليف بعض الشركات، لكن من خلال لجان المتابعة المكلفة من مجلس الوزراء ثبت أن بعض هذه الشركات عندها عدم قدرة أو عزوف. فخلال الفترة القادمة سيكون الجلوس مع اللي لديه الإمكانية أن يستمر. ومعالي رئيس الوزراء وجه بشكل شخصي اللي غير قادر يسحب منه المشروع، نعم، سواء كان بالقانون أو بالتراضي. يعني تقريبا يعني المشاريع اللي في بنغازي في حدود 84 مليون، كويس، ما بين صيانات مباشرة. في آلية مهمة لازم تعرفوها، نعم، لكي نبعد عن الشك والتخوين. هناك لجان عطاءات فرعية داخل المستشفيات وداخل إدارات الخدمات الصحية. نعم. هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة على إتمام إجراءات الخاصة بالمستشفى. نعم. ومن ثم قبل هذه اللجنة شنو سبقها؟ لجنة فنية تقوم بتجهيز جداول الكميات، المتطلبات، الإشراف الهندسي، ومن ثم تدخل لجنة العطاءات تقوم بالترسية. فتحنا أمر مهم جدا، يكون هناك عضو مراقب من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، نعم، يحضر هذه اللجان لكي نبعد عن الشك، ومن ثم تنقل إلى وزارة الصحة للاعتماد. يعني وزارة الصحة شنو تمر بها؟ نعم، تمر بحلقة قانونية مهمة جدا. ووجود أعضاء ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية هذا مطلب خاص من وزارة الصحة، عليهم أن يتواجدوا في كل لجان العطاءات الفرعية والرئيسية التابعة للوزارة لكي نزول كثيرا من الشك. نعم. أيضا الرقابة المصاحبة لها دور إيجابي ممتاز جدا، يعني لزوال أي لابس قد نعم. دعنا ندخل على التدريب أيضا، توطين التدريب داخل مزال لأن عندي الوقت يشير للزملاء مزال 5 دقائق تقريبا. لا وين لا احنا مزلنا طارح مذكرة. أنا أعطيك حاجة سريعة، كشف توضيحي لمشاريع المنطقة الوسطى وإجمالي عليها رقم ممتاز. هاي مشاريع المنطقة الشرقية حسب قرار مجلس الوزراء تحدثنا عنها، نعم، تحدثنا عليها وبالشركات جايبينها، نعم، نحن جايبينها حتى بأسماء الشركات. يعني
مش على الأقل حتى بمحاضر الترسية أو غيرها وكلها جبناها معنا راهو باش باش المشاهد الكريم يشوف آلية العمل. أنا قلت لك مذكراتك اليوم. لا مش حنا نقراهم كلهم يعني. مش هي موجودة على الشاشة يعني. المهم ننتقل معك. تقدر تشوفها دكتور على الشاشة موجودة. أيوة. أي فعلاً هي الآن بدأت تبرز أمامنا الأرقام الخاصة. نعم. ببعض المشاريع وقرار مجلس الوزراء والآلية المتبعة في تنفيذ هذه الإجراءات. نحن جاهزون. نعم. لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية أن يتصلوا مباشرة بإدارات المستشفيات ويتابعوا هذه الأرقام، وكذلك أبواب وديوان وزارة الصحة مفتوح للتفتيش والتحقيق. نعم والتحقق دكتور. فيهم. نعم. نرجع للتدريب. نعم نرجع للتدريب. وعندنا النقطة الأخيرة اللي هي الاتفاقيات الصحية مهمة جدا يعني. ما زال الميزانية خاصة بالأورام. نعم. التدريب افتتحت خلال الفترة الماضية وزارة الصحة مركز تدريب خاص داخل الوزارة. هذا حيكون خاص بالمدربين. كويس. علشان تنتهي مشكلة فلان دزو علشان وصلت فلان وفلان دزو علشان صاحبة فلان. سيزول لبس كثير في التحابي في الإرسال في دورات خارجية وخصوصا في التدريب أثناء العمل. هذا سيدرب المدربين اللي يذهبون إلى الإدارات الصحية والمستشفيات لتدريب الناس بالقرب من بيوتهم. يعني نأخذ المدرب ندربه تدريب جيد. عندنا اتفاقية مع بعض الشركات الخاصة. عندنا شراكة قوية مع وزارة العمل. عندنا شراكة أقوى. نعم. مع أكاديمية أفريقيا وقعنا معهم اتفاقية. هذا المركز عندنا اتفاق كبير جدا مع منظمة الصحة العالمية ستقوم بإحضار عدد كبير من المدربين. التدريب في هذا التدريب بشكل سريع. عام. عندنا خطة لعام 18 وعندنا خطة الآن واردة 19. لعام 19 بعين الله ستنفذ داخل مركز هذا التدريب اللي موجود في الوزارة. وأتمنى من الشباب إذا كان عندهم صور. نعم. المركز. نعم هو دكتور شباب يشير لنا الوقت خلاص. إذا كان عندك كلمة أخيرة، إذا كان حاب تحوصر لنا قصة الخالدي والحسين، والآن يعني في أطفال مشوا وفي أطفال جو وفي أطفال حيمشوا يعالجوا. هو الحقيقة خليني نحكي بصراحة أكثر. نعم. نحن الفترة اللي فاتت تعرضنا لهجمة كبيرة من القلة. والهجمة الحقيقة لا أرضاها لا لنفسي ولا لزملائي. من يعمل دائما لا يعمل بالنقد ولكن يعني معروف. ولكن التخوين والاتهام بالفساد هذا أمر قد يعاقب عليه حتى القانون. يعني من حقنا أن نلجو حتى القضاء. نحن اتهمنا، أرسلت رسالة إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الصرف على الصحة. من لجنة الصحة اللي يترأسها الدكتور نصر الدين مهنا. هذا أمر بالنواب مجلس النواب من مجلس النواب. هذا لا أرضاه لا لنفسي ولا لزملائي، ونحن ما نش طالبين مناصب أو غيرها. نعم أكيد هناك أسباب يعني لهذا. لكن إذا كان وجود هناك لبس يجب أن يكون واضح للمواطن الكريم وللجهات الرقابية. وأنا مسؤول على كلامي. تمش مخاطبتكم أو إعلامكم؟ لا، هذا ما يتم إعلامنا هو إيقاف الصرف لوجود شبهات فساد. أين الفساد من هذا العرض الطيب؟ أين الفساد من يقوم به الساهرين في الليل والنهار؟ أين أين أين؟ في هذا الموضوع والله أنا على المستوى الشخصي لن أسمح لأحد، لأني لا ما عنديش رأس مال من الوظيفة. سأتركها في أي وقت. لكن لا أسمح لأي شخص أن يتعرض لي بشخص. ستلجأ للقضاء. الاتفاقيات. نجيك للاتفاقيات. نعم. الاتفاقيات ما جاوبتنيش دكتور. ستلجأ للقضاء. نلجأ. لأن هذا حقي الشخصي وحق زملائي. أنا رئيس فريق يفوق الخمسين ألف موظف معي في إدارات المستشفيات وفي غيره. كيف تتهمني بالفساد وأنا أعرف نفسي جيدا؟ والحمد لله رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه ووقف دونه. نحن نعرفون أنفسنا جيدا. ما نسمحش لحد أن يتطاول علينا ولا يصل حتى في زملائي. وأنا حتى مستعد وباقر وأتحدى أي شخص يتحدث أمامي في هذا الموضوع. خلاصة دكتور. خلاصة اتفاقية الحسين والخالدي هذه مهمة. الآن عندنا 88 طفل جاهزين. يا أخواننا الارتباط بالكراسي مزعج. قعدت في الدار أدفع كراها، طلعت منها أعطيها لغيرها. الحرة والما تزرب تزرب بيك. أيه هذه أمورها مهمة. الآن عندي 88 طفل إن شاء الله جاهزين للذهاب إلى الأردن. نعم. خلال فترة قريبة جتنا موافق على 45 يعني الطفل وولي أمره. الطفل وولي أمره. والحمد لله لجنة على رأس الدكتور الأستاذ أحمد فرجلة. والمستشار المالي طاهر المنفي. والدكتور صلاح العمروني يعني أيضا لا يخرج أحد خارج البلد من هذه المجموعة. راهو قيمة هذا الاعتماد 5 مليون دولار. 5 مليون دولار وصل لمستشفى الخالدي منها الآن 1.5 مليون. الأمور من سابة، التدقيق ماشي جيد، عدلت الاتفاقية بما يتلائم. والعمل المضبوط أو العمل اللوجستي. أنا عندي كلمة أخيرة. كلمة أخيرة. أنا أشكر كل من تعاون معنا خلال فترة عملنا من الزملاء في المستشفيات، في الإعلام، في المالية، في فخامة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس مجلس النواب. أيضا
أدعو بعض الأشخاص دعوا الصحة وشأنها، دعونا نعمل لله ونحن نعرف أنفسنا جيدا. نعم، شكرا ولكل حادث حديث. وأؤكد لكم أن العملة الرديئة قد تطرد العملة الجيدة، ولكن العملة الجيدة ستبقى. نعم، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. من أجل هذا الوطن يتعرض للكثير من القصص والكثير من القضايا، ولكن من يعمل بما يرضي ضميره ونفسه أكيد يستمر في عمله. شكرا جزيلا لك دكتور سعد عبوب، وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير أعمال الوزارة. اليوم ما كانتش حلقتنا هجومية، ما كانتش حلقتنا يعني فيها الكثير من الأمور، كانت حلقة تعريفية، كانت حلقة سلطنا فيها آخر أعمالهم وآخر مستجداتهم. أكيد حيكون معنا الدكتور في حلقة أخرى لكي نتحاور في الكثير من الأمور، ودائما المواطن هو أهمنا الأول والوحيد. إذن ستتوفر بإذن الله الأمصال للأطفال، وستتوفر كثير من الأدوية في جميع المستشفيات. أتمنى الصحة والسلامة والعافية للجميع، وكل العام والجميع بخير. إلى اللقاء.